السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة في موضوع جديد من مادة هندسة المكامن. موضوعنا اليوم عن مكامن الأندر ساتوريتد أو مكامن النفط الغير مشبع. نحن نعرف أن واحدة من مهام مهندس المكامن هي تحديد الانيشال اويل ان بليس وتحديد الاحتياطي أيضا. وكما ذكرنا سابقا فإن المكامن هناك عدة ظروف تتعلق بحسابات هذه المكامن وعدة طرق للحسابات. من طرق الحسابات اللي أخذناها الجنرال ماتيريال بالانس، معادلة الماتيريال بالانس أو الحسابات الحجمية. كما أن هناك للمكمن ظروف مختلفة، ببعض المكامن تعتبر مكامن ذات قابلية أو دفع حجمي، يعني معتمدة على طاقتها الذاتية المتمثلة بتمدد الغاز وتحرره بعد انحدار الضغط، والبعض الآخر يمتلك قبة غازية، وأيضا يوجد هنالك ما يعرف بقوة الدفع المائي أو الووتر انفلكس. كل هذه الأمور من ظروف ومن طرق حسابات تؤثر على النتائج ودقتها وحساباتها وطريقة التعامل مع البيانات. وشرحنا في المحاضرات السابقة كل ما يتعلق بالمكامن الغازية. أما فيما وأيضا ذكرنا أنه يخص المكامن الحجمية البور فوليوم يكون نوعا ما ثابت. أما فيما يخص المكامن النفطية فتم تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما الأندر ساتوريتد والساتوريتد. بالنسبة للمكامن الأندر ساتوريتد فإحنا نعرف أنه هي دائما تكون في حالة ضغط أعلى من البابل بوينت بريشر، يعني أعلى من ضغط الفقاعة، وإحنا طبعا تناولنا شنو معنى ضغط الفقاعة وبأي ظرف يكون المكمن بهذه الحالة، وأخذنا مخططات عن ذلك في مراحل سابقة وفي محاضرات سابقة. المكمن يظل في حالة أندر ساتوريتد ما دام ضغط المكمن أعلى من ضغط الفقاعة كما ذكرنا سابقا، وعليه فإن المكامن الأندر ساتوريتد لا تتواجد فيها في بداية حياتها أو في بداية فترتها الإنتاجية لا تتواجد فيها قبة غازية، وإنما يكون جميع الغاز الموجود داخل المكمن مذاب في النفط. وأغلب المكامن الأندر ساتوريتد بعد فترة من الزمن تتحول إلى ساتوريتد وتتحول إلى ما يعرف بالقبة الغازية الثانوية. لازم نتناول أو نتكلم عن موضوع الدرايف ميكانيزمز اللي أخذناه في مراحل سابقة أو القوة الدافعة التي تحرك الإنتاج داخل المكمن. ومثل ما تكلمنا في السلايد السابق وفي العديد من المحاضرات السابقة عن الدرايف ميكانيزمز، والدرايف ميكانيزمز يمكن تعريفها على أنها القوة الدافعة التي تحرك الإنتاج في المكمن. طبعا ولكل نوع من أنواع المكامن توجد قوة دافعة مختلفة. احنا قسمنا سابقا المكامن، قلنا بعض المكامن تعتمد على ذاتها او تعتمد على طاقتها الذاتية فتصير فوليومتريك، وايضا تم تقسيمها حسب نوع المكمن. مثلا في حالة الاندر ساتوريتد راح تكون القوة الدافعة هي التمدد للمواع او للغاز اللي موجود داخل النفوط نتيجة لانخفاض الضغط، هذا راح يكون هو القوة الدافعة للانتاج. أما في حالة المكامن الساتوريتد المشبعة فإحنا قلنا هذا النوع من المكامن راح يكون فيها قبة غازية إما برايمري أو سكندري غاز كاب، أيضا هذه بطريقة ما تؤثر على النفوط وتدفعها إلى الإنتاج أو تدفع المكمن إلى إنتاج النفوط اللي موجودة داخل المكمن. أضف إلى ذلك وإذا كان المكمن نون فوليومتريك يعني مو حجمي، يعني ما معتمد بس على القوة الذاتية، فراح يظهر عندنا ايضا تاثير اخر وهو تاثير الووتر انفلكس، يعني تاثير الدفع المائي. طبعا كل هذه القوى او كل هذه المؤثرات تم حساب لها ما يعرف بالدرايف اندكس والتعامل معها حسب معادله الجنرال ماتيريال بالانس، راح نشوف هذا بالسلايد اللاحق. الآن في هذا السلايد أمامنا الشكل التقليدي لمعادلة الجنرال ماتيريال بالانس إكويجن، لكن هنا راح يظهر عندنا أو نشوف هنا الترم البيتي، وذلك اللي احنا نتكلم عن نفط مذاب فيه كمية من الغاز، وإحنا نعرف إنه بيتي يساوي إنه بي أو زائد بي جي مضروب بي بين قوسين آر إس بي ناقصا آر إس. نفرض فرضية أيضا بالنسبة لهذه المعادلة، يعني راح يصير عليها بعض التعديل حتى نعرف الدرايف ميكانيزم إندكس. فهنا الفرضية الأولى يفرض أنه no gas or water injection ويعيد ترتيب المعادلة، يعني يلغي وجود حقن غاز أو حقن ماء داخل المكمن ويعيد ترتيب المعادلة. بعد ذلك نلاحظ في جوانب المعادلة أن الجانب الأيسر من المعادلة يمثل ما يحدث داخل المكمن،
أما الجانب الآخر فيمثل ما ينتج من ماء وبترول إلى السطح. نقوم بنقل ترم إنتاج الماء إلى جانب ما يحدث داخل المكمن، ثم نقسم المعادلة طرفها الأيسر على الطرف الأيمن من المعادلة لغرض أن نحصل على الـ Drive Index. وهنا أول ترم أو أول عفو معادلة رقم 4 ينطينا الـ Oil Drive Index، إنه N في BT ناقصا BTI على NB BT زائدا RB ناقص RSI، الكل مضروب في LBG اللي هو الـ Formation Volume Factor بالنسبة للغاز. نشوف باقي المؤشرات في السلايد اللاحق. أيضا لدينا الآن معادلة رقم 5 تمثل الـ Expansion of Gas Cup أو الـ Gas Index، منطيها الرمز I G C D وتساوي لنا N M B T I، تمثل لنا الـ M طبعا القبة الغازية مقسومة على B G I في B G I ناقص ناقص B G I مقسومة على الترم الـ M B في B T زائدا R B ناقص R S I في الـ B G. بالنسبة للمعادلة رقم 6 تمثل لنا الاندكس المتمثل بالفورميشن والووتر كومبرسابيليتي درايف ميكانيزم او درايف اندكس العفو، ايضا هذه معادلة نلاحظ بالبسط هي الترم المتعلق بالكومبرسابيليتي لكل من الماء والفورميشن. اما معادلة رقم 7 فتمثل لنا الووتر درايف اندكس اي دبليو دي، هنا نلاحظ أيضا بالبسط المتعلق الجزئية المتعلقة بالwater encouragement والwater produced، يعني الفرق بين الwater اللي يدخل المكمن مطروح من عنده الwater المنتج مقسوم على نفس الترم MB في BT زائدا RB ناقص RSI في BG. منطينا أيضا أنه مجموع الindexes مع بعضها، كل الindex من أجمعها مع بعضها المجموع يساوي 1. أحياناً قد يغيب واحد من الاندكس يبقى الباقيات، المجموع الباقيات أيضاً يبقى 1. ملاحظة مهمة جداً بالنسبة للمكامن التي لها قبة غازية أو water influx، بالنسبة للformation والwater compressibility drive index يمكن اعتباره قيمة مهملة، بالتالي تصبح معادلة الاندكس IOD زائدا IGCD زائدا IWD بإهمال الترم الخاص بانضغاطية الماء والفورميشن. وفي أما فيما يخص المكامن اللي ما لها قبة غازية وتكون under saturated، فبهذه الحالة ضروري جدا الأخذ بنظر الاعتبار بالحسابات الفورميشن والووتر كومبرسابيليتي، خصوصا إذا كانت هذه المكامن تحت ضغط عالي جدا. نأتي الآن على الحسابات الفوليومتريك أندر ساتوريتد أويل ريزيرفور، يعني الحسابات الحجمية للمكامن الأندر ساتوريتد. طبعا تعرف المكامن الحجمية الغير مشبعة على أنه هي مكامن معزولة تماما وضغطها أعلى من ضغط الفقاعة، يعني معزولة هذه فوليومتريك وضغطها أعلى من ضغط الفقاعة معناها أنه هي أندر ساتوريتد، بالتالي لا توجد فقاعات غاز حرة ولا يسنده أي مؤثر خارجي كالفيض المائي أو القبة الغازية. معادلة الحساب هي كما متعارف عليه N يساوي لنا 7758 في A في H، يعني A هي مساحة المكمن، H الثيكنس، والفاي اللي هي البوروسيتي في 1 ناقص SWI مقسومة على البوي اللي هو معامل التكوين الحجمي عند الضغط الابتدائي. لاحظ هنا عندنا حساب المتراكم من المنتج النفطي اللي منطي مصطلح أو رمز NB، وهو يمثل الفرق بين الـ N الكلية مطروح منها ما تبقى داخل المكمن، يعني N ناقص N remaining. فهنا بهذه الحالة هو يمثل الفرق بين الـ N والـ N remaining يساوي لنا الـ NB أو الـ Accumulative Produced Oil. يقول إنه حساب قيمة الـ NR هو بنفس القانون الرياضي اللي تحسب به الـ N، لكن ننتبه إلى أنه قيمة الـ BO بحالة الـ Remaining Oil in the Reservoir بأقل بريشر، شرط أن يكون هذا البريشر أعلى من ضغط الفقاعة، فيصير NR يساوي 7758 مضروبة في مساحة المكمن في الـ Thickness في الـ Porosity في 1 ناقص SWI مقسومة على BO بحالة أقل ضغط داخل المكمن، شرط أن يكون هذا الضغط أعلى من ضغط الفقاعة. إضافة لذلك حتى نحسب الـ NB، فإنه الـ NB تساوي لنا 7758، ننتبه أكو غلطة مطبعية،
7758 المفروض تكون في A في H في Fi اللي هي البوروسيتي في 1 ناقص SWI مضروبة في بين القوسين 1 على BOI ناقصا 1 على BO، يعني الفرق بين الـ N ناقص الـ NR. حتى نعرف الريكفري فاكتور أو معامل الاستخلاص بهذه الحالة، فإنه قيمة الـ R تساوي لنا الـ NB مقسومة على الـ N. الـ NB هي شو تمثل لنا؟ 1 بالنسبة لترم 7758 والـ A والـ H والـ Phi والـ 1 ناقص SW I موجودة بالبسط وموجودة بالمقام بحالة الـ R، فراح تحذف تار، يعني هذه الترم كلها الترمات كلها تحذف بين البسط والمقام، يتبقى عندنا فقط 1 على BOI ناقص 1 على BO مقسوم على 1 BOI 1 على BOI. رياضيا راح يصير شكلها 1 ناقص BOI على BO. تفسير هنا عندنا موضح، 1 على BOI ناقص 1 على BO مقسومة كلها على 1 على BOI، وبقواعد القسمة الكسور راح تتحول انه تصير 1 على BOI ناقص 1 على BOI مضروبة في BOI. BOI مع BOI تصير 1 ناقص BOI على BO، ويصير عندي هذا الشكل النهائي للريكفري فاكتور بالنسبة لحالة هذا النوع من المكان. فيما يخص المعادلة رقم 14 اللي مشتقة من معادلة General Material Balance Equation واللي بدأت معادلة رقم 2، وما أنه هنا المكمن عندنا Volumetric Reservoir معناها يعني كون المكمن حجمي أو Volumetric Reservoir معناها ما عندي Water Influx، يعني WE يساوي صفر، وعليه بما أنه WE يساوي صفر فإنه Water Production is negligible يعني كمية قليلة مهملة، فWB أيضا تساوي صفر. كذلك بظن الفرضية فارض كل من الفورميشن كومبريسابيليتي والووتر كومبريسابيليتي فارضهم اثنينهم يساوي صفر، يعني سي دبليو وسي اف اثنيناتهم فارضهم يساوي صفر، لكن بالحقيقة هذه الفرضية اللي تخص السي دبليو والسي اف تعتبر فرضية غير صحيحة، لأن احنا نتعامل مع مكامن تتعرض لضغوط عالية جدا، بالتالي راح يأثر إذا فرضناهم صفر راح يأثر على دقة النتائج. فتصير المعادلة بعد هذه الفرضية تصير انه N في BT ناقص BTI يساوي ان NB في BT زائد RB ناقص RSI في البي جي. اعلى من البابل بوينت بريشر، لما يكون عندي الضغط اعلى من البابل بوينت بريشر راح تكون الذوبانية ثابتة، يعني RB تساوي ان RSI، وبالتالي احنا نعرف انه المعادلة BT يساوي ان BO في BG BO زائدا BG في بين قوسين RB ناقص RSI، وعليه راح تكون بحالة لما الـ RB والـ RSI متساويات يعني معناها المقدار راح يكون 0 مضروبة في الـ BG، فصير عندي الـ PT يساوي لنا BO وحدها، يعني BO زائدا 0 فصير PT يساوي لنا BO، فراح تتحول المعادلة من NBT ناقص PTI يساوي لنا NB في PT نفسها تقدر تصير NB في BO ناقص BOI يساوي لنا NB في BO. أيضا عندنا الريكفري فاكتور أو معامل الاستخلاص اللي أخذناه بالسلايد السابق، R يساوي لنا 1 ناقص BOI على BO. الجدير بالذكر أن تقدير معامل الاستخلاص النفطي في المكامن اللي تكون في ضغط أعلى من ضغط الفقاعة Bubble Point Pressure اعتماداً فقط على تمدد النفط وإهمال كل من Formation والWater Compressibilities هذه أو Expansion هذه تعتبر نظرية غير صحيحة أو فرضية غير صحيحة، وقد تقود إلى أخطاء كبيرة في الحسابات والتقديرات للـ Oil Recovery في هذا النوع من المكامن. فعليه ولكون هذا المكامن طبعا معروفة دائما تكون تحت ضغوط جدا عالية، فعليه يتم أثناء إجراء الحسابات الأخذ بنظر الاعتبار كل من الكومبريسابيليتي للماء والكومبريسابيليتي للفورميشن، فيتم اشتقاق معادلة General Material Balance Equation بحساب كل من CF والCW
وبما أن المكمن فوليومتريك ريزيرفوار يعني مكمن حجمي فما موجود عندنا ووتر انفلكس، فقط يتم إهمال الووتر انفلكس والووتر برودكشن. الآن هذا شكل المعادلة بعد أن ضمننا thermal compressibilities الخاصة بالووتر والفورميشن. وبما أنه المكمن أعلى من البابل بوينت بريشر، فإنه معادلة رقم 17 ممكن كتابتها كالآتي: كل قيمة لبيتي نستعيض عنها ببي أو، باعتبار إحنا نعرف أنه في حالة المكمن لما يكون above the bubble point pressure بيتي تساوي لنا بي أو، باعتبار قيمة بيتي تساوي لنا بي أو زائدا آر بي ناقص آر إس آي في البي جي، فآر بي تساوي الآر إس آي وحاصل يعني الفرق بيناتهم يساوي صفر مضروبة في البي جي، فتصير عندنا بي تي يساوي لنا بي أو، فعليه يكون الاستعاضة بدال المعادلة رقم 17 تصير معادلة رقم 18، كل ترم بي تي يستعاض عنا بالبي أو. وكما موضح على الجانب الآخر ان بي في البي أو هو نتيجة لاعتبار قيمة ار بي ناقص ار اس اي تساوي صفر. ايضا عندنا حساب السي او اللي هو الكومبريسابيلتي اوف اويل يساوي ان الفرق بين بي او ناقص بي او اي مقسوم على بي او اي في دلتا بي، فنضرب السي او في بي او اي في دلتا بي حتى تكون عوضا عن بي او ناقص بي او اي، فتصير المعادلة ان سي او بي او اي دلتا بي، قلنا سي او في بي او اي في دلتا بي هي عوضا عن بي او ناقص بي او اي زائد NBOI في الترم الخاص بالانضغاطية للكمبرسابلتي للووتر والفورميشن في دلتا بي يساوي لنا NB في البي او. وبما أن المكمن حجمي وأندر ساتوريتد، فال يعني الـ SO اللي هو الساتوريشن أوف أويل يساوي لنا واحد ناقص SWI. إحنا نعرف أنه مجموع التشبع يساوي واحد، فالفرق أنه SO يساوي لنا واحد ناقص SWI، فتكون تعويض بالمعادلة كالآتي: N BOI في CO مضروبة في SO زائد CW مضروبة في SWI زائد CF مقسومة على واحد ناقص SWI في دلتا B ويساوي لنا NB في BO. هذه معادلة رقم 21. الآن يظهر لدينا term the reservoir effective compressibility CE. CE يساوي لنا CO في SO زائد CW في SWI زائدا CF مقسوم على واحد ناقص SWI، وبتعويض المعادلة رقم 22 بالمعادلة رقم 21 يصبح شكل المعادلة NBOI CE في دلتا B يساوي لنا NB في BO. وأيضا نحن نعرف أنه R يساوي لنا NB على N، يعني تعديل الشكل المعادلة راح يصير عندنا R يساوي لنا CE دلتا B في BOI على BO.